لك عد أمشي وياك وأقول إن الرجال زين. طيب إلى متى مسافر؟ إيش بيعطيك؟ كم الفندق يعني؟ 500؟ طيب كم يوم بيدفع لك؟ 3 4 أيام؟ خلنا نقول إن الريال نظيف وكذا، نقول إنه ساعدك وراح يطيح القضية وانتهى الموضوع، وبعدين بتروح تبوس راس رجل يموك وبتقول له تكفى رجعني انام في الملحق واسال النوم تبي وليت. ما انت قاعد تنغز على شيء، قول قلبك شفيك ابي يكتب لنا تشيك يضمن حياتنا دي كلها. طيب شو تقول تشيك؟ يبا الريان قعدني هني شبكه، بعدين شلون اطلب منه تشيك؟ من قال لك انت اللي بتطلب منه؟ هو اللي بيكتب لك وغصبا عنه بعد، لا وبيبوس راسك بعد عشان تروح. انت بس اسمع كلامي. عطني تليفون. شو بتسوي؟ بعطيه على جو، بخليه يقول الكلام اللي احنا نبي نسمعه، وبصور الشاشة. بعدها يا انه يدفع يا انه نفضحه. ما راح اطلع منه شيء، بطيار ما شفنا لك الخير. بعدين هو ما عنده السؤال. من اللي قال لك ان الدكتور هو اللي قاعد يكتب لنا؟ اي منو هذا رب؟ متى؟ كفيف وانا كبرتها في راسها والحين بيها تكتب لنا اي شيء ولا كتبت وفيقنا بيروح ورا الشمس.